الرئيس بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع أنس بن مالك بدمشق. تواجد عمليا ميداني للمسلحين لا يوجد نهائيا. الجيش العربي السوري يحقق تقدما كبيرا في قرى ريف اللاذقية الشمالي. أود أن أصارحكم بأن تلك الجهود لم تحقق النجاح المأمول رغم الدعم الكامل الذي وفرته الحكومة المصرية. والأزمة المصرية بين تعنت الإخوان وتصعيدهم وجمود دبلوماسي يقارب اليأس. التاسعة من قناة الدنيا، السلام عليكم. الرئيس بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع أنس بن مالك بدمشق، يرافقه كبار المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمفتي العام للجمهورية وعدد من علماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أدى الرئيس بشار الأسد صلاة عيد الفطر المبارك في رحاب جامع أنس بن مالك في حي المالكي بدمشق. الرئيس الأسد أدى الصلاة مع كبار المسؤولين في الدولة وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمفتي العام للجمهورية وعدد من علماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين. وأدى الرئيس الأسد وصحبه صلاة عيد الفطر مؤتمين بفضيلة الشيخ أحمد الجزائري، ثم استمع سيادته عقب الصلاة إلى خطبة العيد التي أكد فيها الشيخ الجزائري على المعاني السامية لعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أهمية المحبة والأخوة بين أبناء الوطن الواحد وتكاتفهم لإعلاء صرحه وازدهار مستقبله. وقال خطيب العيد: إن الإسلام يوحد الأمة ولا يفرقها، ويقويها ولا يضعفها، ويغنيها ويحارب الجهل وينقض التعصب وينبذ التكفير والعنف، ويجعلها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إن الأمة اليوم كلها يدعوها القرآن، ويدعوها الذي أرسله الله رحمة للعالمين، أن تعود لحمة واحدة تتعانق القلوب والأرواح، لتعيد للأمة جميعا الأمن والأمان والفرحة والابتهاج، لنرى الابتسامة على وجوه أطفالنا قرة أعيننا. إن بلاد الشام هي بلاد العلم، بلاد الإيمان والطهارة. إن معاهدها ومدارسها الشرعية التي انتشرت في كل مدينة من مدنها سعت وتسعى لبناء العالم الرباني الذي يجمع ولا يفرق، يبني العقول، يبني القلوب، يرتقي بالأرواح، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، على نهج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه جميعا. وأكد خطيب العيد أن صلاح الوطن والأمة يكمن في فهمنا للقرآن، فكلام الله تعالى واضح بين، يؤكد أن الإسلام دين تسامح ورحمة، فقد أتى من أجل تعزيز إنسانية الإنسان وترسيخ الرحمة والمحبة ونبذ القتل. وتضرع الشيخ الجزائري في ختام خطبة العيد إلى الله تعالى أن يعيد العيد على الأمة وقد كشف الغمة، وعادت الأمة وحدة متراصة يسودها الحب والإخاء، وأن يوفق الرئيس الأسد لما يحبه ويرضاه ولما فيه خير البلاد والعباد، وأن ينزل على شعبنا وبلادنا الرحمة، وأن يعمها الأمن والأمان. نفى وزير الإعلام عمران الزعبي ما بثته بعض قنوات الخارجية من شائعات حول استهداف موكب الرئيس بشار الأسد، وأكد الزعبي في اتصال هاتفي مع التلفزيون السوري أن هذه الشائعات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، وأنها مجرد انعكاس لأضغاث أحلام البعض وأوهامهم من الوسائل الإعلامية والحكومات التي تقف خلفها. فيما يتعلق بما قالته قناة عربية السعودية، أنا أؤكد لكم طبعا أن الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا. هذا الخبر هو مجرد انعكاس لأضغاث أحلام البعض وأوهامهم
من الوسائل الإعلامية والحكومات التي تقف خلفها. سيادة الرئيس جاء إلى المسجد يقود سيارته بنفسه أولا، وحضر صلاة العيد والخطبة، وصافح كل الناس في المسجد كعادته عندما يلتقي يوميا بالناس، واستمع إلى آرائهم وتلقى التهنئة بالعيد. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن حماية الممتلكات العامة جزء من حماية الوطن، وأن دور العمال لا يقل أهمية عن أي جندي مدافع عنه، وأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا تتطلب جهوزية وجهودا متواصلة. تصريحات الحلقي جاءت خلال جولة تفقدية في مديرية الخدمات بكفر سوسة ولجنة المخابز الاحتياطية ومركز إطفاء المزة، رافقه فيها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المهندس عمر غلاونجي، ومحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان، ومحافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف. وجدد الحلقي التأكيد على أن القطاع الخدمي والاقتصادي مستقر رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه كوادره، مشيرا إلى أهمية الجاهزية الكاملة في القطاع الخدمي وإنتاجيته وضرورة مواكبتها لانتصارات الجيش، لأن التكامل بين مؤسسات الدولة عامل هام في تحقيق الأمن والاستقرار لسوريا. بداية كل عام وأنتم بخير، والوطن والقائد بألف خير. طبعا في الظروف الاستثنائية لابد من أن يكون هناك جهوزية أيضا استثنائية، وحتى يكون في جهوزية استثنائية لابد من جهود استثنائية تبذل. نحن اليوم في جولة على قطاع الخدمات، يعني بدءا من حياة المرآب وقطاع الخدمات في محافظة مدينة دمشق، إلى اليوم يعني منظومة الأطفاء، وأيضا زيارة جزء كبير من ما يحقق لنا الأمن الغذائي اللي هو طبعا المخابز. هذه الجولة تأتي في إطار تفقد هذه الجاهزية، حتى نفي بمتطلبات شعبنا، حتى نشعر أهلنا ومواطني الجمهورية العربية السورية أن البلاد تعيش يعني بحالة استقرار، سواء كان من حيث قطاع الخدمات أو حتى من قطاع الاقتصادي اللي بشكل أساسي بيعكسه مثل ما حكيت يعني استقرار قطاع المخابز. بتعرف اليوم الخدمات بحاجة أن تواكب ما تقوم به القوات المسلحة من انتصارات على المستوى الوطني، فهذه القطاعات تتكامل كلها الدور الوطني، لأنه بناء الوطن لا يقتصر على قطاع دون آخر. ميدانيا، قضت وحدات من الجيش العربي السوري على أعداد كبيرة من الإرهابيين في مناطق الليرمون وخان العسل وطريق الكاستيلو وكويرس وقرب مخيم النيرب، وعلى طريق حريتان حلب وطريق عندان أدانا في محافظة حلب وريفها. كما استهدفت وحدة من القوات المسلحة مجموعة إرهابية في قرية دورين التابعة لناحية سلنفا في ريف اللاذقية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الإرهابيين بينهم جنسيات غير سورية. قرى تلة وبيت الشكوحي وكفرية في ريف محافظة اللاذقية الشمالي آمنة بعد أن قضت وحدات من الجيش العربي السوري على إرهابيين تسللوا إليها وارتكبوا أعمال سلب ونهب واعتداء على الأهالي. عشرات الإرهابيين سقطوا قتلى بنيران الحق التي استهدفت باطل الإرهاب والإجرام، بعضهم من جنسيات غير سورية. وحدة عسكرية متقدمة للجيش السوري نفذت عملية نوعية ضد المجموعات الإرهابية المسلحة على محور أوبين وأبو مكة وبلوطة ومحور عرام واستربة، وأوقعت في صفوفها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. هدول السفح اللي بالجبال، السفح اللي تحت القمم، هدول إقبال البناء، هاد عمليا هدول كروم عرامو، عمليا قواتنا تماما مباشرة هلا متواجدين تحت السفح لتحت القمام. أكثر ما هنالك أنه في شوية قناصة متواجدين على رؤوس القمام فقط، لا يوجد أكثر من هيك. إذا ما انتبه على النار والحرائق هناك، هناك عم يكون عملية تدمير للمسلحين أو أي إشارة قنص من هناك، تواجد عمليا ميداني للمسلحين لا يوجد نهائيا. الجيش العربي السوري يتابع مهامه الوطنية في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى كل القرى والمناطق التي عاثت فيها المجموعات الإرهابية المسلحة فسادا وخرابا، لكي تبقى سوريا وطن العزة والكرامة، وليبقى ترابها مطهرا من دنس الإرهاب وجبالها شامخة عزيزة.
استشهد 5 مواطنين وأصيب 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء اعتداء إرهابي بقذيفتي هاون على المنازل السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وفي محافظة حماه أسفر انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق الغاب أسقيلبية إلى استشهاد مواطنين اثنين وهما الدكتور علي كيوان ورستو مصبيح. قامت الجهات المختصة في محافظتي حمص وإدلب بتسوية أوضاع عدد من الأشخاص ممن سلموا أنفسهم وأسلحتهم حيث تعهدوا بالرجوع إلى حضن الوطن، كما تعهد محافظا المدينتين بتقديم المعونة والمساعدة لكل من يعود إلى رشده ويسلم سلاحه. لأن الوطن حضن دافئ ولأن في العيد موعدا مع التسامح، قامت الجهات المختصة في محافظتي إدلب وحمص بتسوية أوضاع عدد من الأشخاص ممن غرر بهم وتورطوا في الأحداث الأخيرة وسلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة، حيث تعهد الذين سويت أوضاعهم بعدم العودة إلى حمل السلاح أو التخريب، وأشاروا إلى أن تسوية أوضاعهم خطوة مهمة تشجع الآخرين ممن غرر بهم للحذو حذوهم، داعين كل من سلك طريق الخطأ أن يسارع إلى تسليم نفسه وتسوية وضعه والعودة إلى أسرته وأهله ووطنه. فرحة ما بتنوصف عن جد، وبحب أنه إن شاء الله كل شيء له إيده وله أي شيء داخل بهالأحداث وبهالوضع هذا أنه يبعد يمشي بالطريق الصح، ما في داعي أنه يروح هيك أو هيك، لأنه هو اللي رح يندم وهو اللي رح يدفع الثمن، وبالنهاية سلامة الوطن هي شيء أساسي من سلامتنا. الحمد لله رب العالمين، سويت أمورنا وكانت مشكلة صغيرة والحمد لله رب العالمين طلعنا بخير وسلامة. للحامل السلاح بحب أقول له يفكر منيح ويرجع على الوطن ويجي يسلم حول لأقرب نقطة ويرجع لرشده. من جانبه لفت محافظ إدلب صفوان أبو سعدة إلى دور جميع أبناء الوطن في المساهمة في بنائه والدفاع عنه ضد المخططات والحرص على قدسية ترابه ووحدة أراضيه، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كل المساعدة والدعم للذين تمت تسوية أوضاعهم من أجل مساعدتهم لممارسة حياتهم الطبيعية. في العيد فرصة للعودة للذات والوطن، فرصة يحتاجها السوريون اليوم أكثر كي تفرح أرجوحة العيد في الساحات مجددا. في مصر تستمر الأزمة التي تعيشها البلاد في ظل تعنت الإخوان المسلمين وإصرارهم على مواقفهم تجاه الواقع السياسي الجديد، فيما أعلن الرئيس المصري المؤقت أن الجهود الدبلوماسية لم تحقق النجاح المأمول، كما أبدت كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي قلقهما بسبب فشل جهود الوساطة لحل الأزمة في البلاد. هي أرجوحة السياسة وحدها تحتل ساحات العيد في مصر لتذهب بالأنظار بين رابعة والتحرير وتلقي بالجهود الدبلوماسية الغربية لحل الأزمة في مصر خارج الميدانين. فأعلنت الرئاسة المصرية فشل الوساطة، ما أزعج زعيم الدبلوماسية الغربية جون كيري وأقلق الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، فقام الاثنان بإصدار بيان مشترك حافظا فيه على المسافة الموحدة من الحكومة والإخوان، ووصف الوضع بالمزعج لتوصل الأطراف في مصر إلى طريق مسدود وفشل في كسر الجمود السياسي، كما قال وزير الخارجية الهولندي الذي غرد خارج السرب الأوروبي وألقى اللوم على الحكومة لعدم تقبلها حقيقة لا يراها إلا هو، حقيقة أن الحوار مع الإخوان سيحدث عاجلا أم آجلا، ولكن الأصداء في مصر تعكس حقيقة أخرى وتعاكس التوجهات الغربية على خارطة المستقبل التي أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أنه والحكومة ماضون بها لمواجهة الأزمة في مصر بخطوات ستكون محسوبة ومتأنية بغير تساهل ولا تفريط. وأؤكد أن خطوات حكومتكم في مواجهة هذا الأمر ستكون خطوات محسوبة ومتأنية بغير تساهل ولا تفريط. أود أن أصارحكم بأن تلك الجهود لم تحقق النجاح المأمول رغم الدعم الكامل الذي وفرته الحكومة المصرية. أما الإخوان فقد بقيوا في ميدان رابعة والنهضة يحضرون لمليونية ما أسموه عيد النصر الذي سبقت صلاته كلمات زوجة مرسي، وقد اعتلت منصة رابعة
حيث طمأنت الإخوان بأن مرسي سيعود ولو بعد حين، ما ينذر أن الأوضاع في مصر مستمرة إلى مزيد من الانقسام الذي وصل حده كعك العيد، فانقسم الخبز بين مشجع لمرسي وآخر للسيسي، ليدخل كعك العيد في مصر الفرن السياسي هو الآخر. في خبرنا الأخير، ومع اشتداد حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أخلت السلطات مناطق جديدة من السكان خوفا من وصول الحرائق إليها، وهذا وقد سارع رجال الإطفاء إلى تعزيز خطوط الدفاع في مواجهة الحريق الهائل في الأحراج الذي يتأجج منذ أيام قرب منتجع أيدل وايلد في جنوب كاليفورنيا، بينما تهدد عواصف رعدية متوقعة بعرقلة جهود إطفاء النار. وقالت السلطات إن حريق الجبل أدى إلى نحو 27 ألف فدان من الأخشاب والأغصان الجافة، وأجبرها على إخلاء منتجع أيدل وايلد بعدما دمر 7 منازل وممتلكات أخرى في نطاق منطقة سان جاكينتو الوعرة. نشرتنا انتهت، وهذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع أنس بن مالك بدمشق. تواجد عمليا ميداني للمسلحين لا يوجد نهائيا. الجيش العربي السوري يحقق تقدما كبيرا في قرى ريف اللاذقية الشمالي. أود أن أصارحكم بأن تلك الجهود لم تحقق النجاح المأمول رغم الدعم الكامل الذي وفرته الحكومة المصرية. والأزمة المصرية بين تعنت الإخوان وتصعيدهم وجمود دبلوماسي يقارب اليأس. ختام النشرة، كل عام وأنتم بألف خير، وإلى اللقاء.